أجرى رئيس مجلس المستشارين الشيخ محمد بيد الله اليوم بالرباط مباحثات مع وفد برلماني أردني تناولت قضايا ذات الاهتمام المشترك. نؤكد مرة ثانية على أهمية التعاون المشترك وتنسيق المواقف بيننا وبين هذه الدولة المغربية التي نعتز دائما بوجودها وبحضورها وبأدائها. مرة ثانية رسالة احترام وتقدير ننقلها من جلالة الملك القائد عبد الله الثاني بن حسين إلى طبعا جلالة الملك محمد السادس تنصره الله. تناولنا الوضع في الشقيقة الأردن والنموذج الأردني المتميز في منطقة ملتهبة، وكذلك تناولنا العلاقات البينية والتحديات المستقبلية. تحديات تتمثل حسب رئيس مجلس المستشارين في جيل جديد من التحديات الأمنية المرتبطة بشبكات الإرهاب والجريمة العابرة للقارات، وهو ما يستدعي تعزيز تنسيق التعاون المغربي الأردني على هذا الصعيد.